تعالى بقى نجربه بالكاتشب، عايز اقول لك طعمه عامل زي الدجاج بالظبط، فراخ كانك تاكل فراخ حرفيا، مقرمش قرمشه كانك بتاكل شيبسي. شاب مصري عمل اللي كتير من المصريين مش قادرين يعملوه، اكل جراد سعودي وانبسط بيه وقال ان طعمه عامل زي الفراخ بتاعتنا، لا وكمان احلى. السؤال دلوقتي، هل ممكن ناكله هنا في مصر؟ طيب اكله حلال ولا حرام؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في السعوديه والدول الخليجيه عادي خالص انك تشوف الناس بتبيع الجراد وناس بتاكله، ده ليه أسواق كمان بيتباع فيها وليه مواسم بينتشر فيها، حتى المطاعم أوقات بتخصص وقت عندها يكون مخصص بس لأكل الجراد، بيقدموا معاه الصوصات والتوابل اللازمة. السؤال دلوقتي، هل ممكن ناكل الجراد هنا في مصر زي ما بيطلب البلوجر المصري؟ وإيه اللي هيقولوا عليه المصريين لو جربوه؟ على فكرة بقى، مع إضافة الليمون حلوة جدا جدا، وأتمنى دلوقتي صاحب الكومنت يكون سعيد. السؤالين اللي فاتوا دول ممكن ناخد الإجابة عليهم من الفيديو اللي أخ لينا مصري موجود هناك في السعودية. الشاب المصري ده كلمه واحد وتحداه ياكل جراد، وقبل بالفعل التحدي وجاب جراد فعلا وأكله، وعلى كلامه الجراد طلع طعمه حلو جدا ولذيذ، شبه طعمه بطعم الفراخ هنا في مصر. ده من حبه فيه جاب صوصات وشوية ليمون وقعد ياكل لحد ما ملى بطنه وظبط مزاجه على الآخر. واتضح على كلام الشاب المصري يعني إن الجراد ده ممكن يتاكل عادي وممكن يتاكل مقلي، والمقلي يكون طعمه أحسن وطعم أكتر. ده على كلامه يعني، أنا ما جربتش ولا حاجة. هو من حق ممكن نأكل الجراد هنا في مصر، يعني لو جابوا جراد هنا في مصر ممكن حد فيكم يشتريه وياكله، او ممكن حد فيكم يروح يصطاده زي السمك كده وياخده ويعمله وياكله. هيبقى رايكم ايه لو الجراد جه هنا فعلا في مصر؟ وخدوا بالكم ان الشاب المصري اللي لاقه في السعوديه بيقول ان طعمه زي طعم الفراخ واحسن شويه. ايه رايكم، ينفع يكون بديل للفراخ بعد الغلاء اللي احنا فيه ده؟ ايه رايكم، ينفع ولا لا؟ طيب اللي عنده استعداد فيكم يجرب ياكله ويقول لنا، واللي ما عندوش استعداد يكتب برده في تعليقات ويقول مش مستعد ليه، ونشوف الاخر التعليقات كلها ونعرف مين اكتر. بصوا، في نقطة اخيرة في الموضوع ده وهي اللي دايما شغلة بال الناس، ان اكل الجراد ده حرام ولا حلال؟ اصل لو مش محلل دي تبقى مشكلة، ناس كتيرة قوي في الخليج بياكلوه والدنيا معاهم عادي، وهو بالفعل محلل وفقا للي ذكره موقع صدى البلد الاخباري نقلا عن الدكتورة حبيبة راشد اخصائية التغذية العلاجية، واللي قالت ان كمان الجراد فوائد في اكله حلوة جدا، منها انه يقدر يمد الجسم بكل العناصر الغذائية لانه فيه بروتين بنسبة عالية قوي. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية تقريرنا، وقبل ما اختم حابة افكركم انكم ما تنسوش تكتبوا في التعليقات رأيكم عن الجراد، وهل تقدروا تاكلوه ولا لا.